هاي من جديد مشاهدينا. سينما سين هو ميك اب، لا هو برودوي للميك اب جاي من يو اس اي، ورح نحكي اكثر عن هالموضوع مع السيد انيس علاوي. اهلا وسهلا فيك، اكزكتيف دايركتور لسينما سين. بدك تخبرنا اليوم اكثر بما انه هالبرودوي هو جديد بلبنان، واليوم يمكن لاول مره عم نشوف وعم نحكي اكثر عنه، عن هذا الموضوع على الام تي في. خبرنا شوي اكثر عن هالبرودكت الجديد بليز. صحيح، سينما بوتي هي برودكت ميد ان يو اس اي، بيور يو اس اي، يعني عم نحكي 100% ميد ان يو اس اي. كل برودكت تبع سينما هي ناتشورال، هي توكسيك فري اذا بدك نسميها، زيرو كيميكال. كل اللاين تبع سينما بوتي هو انيمال فات زيرو، يعني ما في شيء بقى دهون، ما في شيء زيوت، ما في شيء كيميكال، بقى كلها بضاعة ناتشورال، يعني مأخوذة من الطبيعة، كلها مواد معدنية طبيعية 100%. اليوم عنا مجموعة كتير كبيرة بالستوديو، رح نحكي كمان بالتفصيل عنا. بداية خلينا نبلش بالفاونديشن يلي موجودة عنا، واللي نحن شوي حكينا تحت الهواء انه عنا different lines بالفاونديشن. صحيح، بليز خبرنا يلي موجودين معنا هون اليوم بالستوديو، عنا لاين يلي هي يمكن رقيقة، وعنا لاين يلي هي شوي أسمك. صحيح، الفونديشن هن أربع أصناف فونديشن. في عنا أول وحدة هي فيرست بيز فونديشن، يلي هي رقيقة، أكتر شيء تستعمل للبشرة اللي هي بتكون شوي ناعمة، ما فيها تجاعيد، بشرة مرتاحة. بيرجع في عنا الفيتشر فيلم فونديشن يلي هو أسمك شوي، إذا في شيء عيوب نوعا ما بالبشرة، ممكن حدا عنده شغلة شامة بده يغطيها، جرح صغير قديم بده يغطيه، في يستعمل الفيتشر فيلم فونديشن، أو يمكن حتى سيكاتريس أو حبوب، يمكن أي ديفو موجود بالبشرة. صحيح، الأفضل إنه يروحوا لهيدا البروجي. هلا في عنا كاميرا ريدي فونديشن. كاميرا ريدي فونديشن هي تستعمل لحتى لي حدا ما بده يحط ميك اب، بس تغني انه يستعمل هيدي الفونديشن، وممكن انه تنخلط مع اي نوع فونديشن موجود ثاني، تعطي شوي لايت اذا بدك للوجه، بتحميها من الاضاءه القويه، وبتخليها تكون اذا بدك يعني ما في اي برغل او الوجه لما او اي ديفو موجود، ديفو موجود على الوجه من وراء الفود والميك اب، هيدي بتغنيكي عنها. نحن نعرف الكاميرا اذا فينا نقول بتفضح يعني بعض الاوقات، يعني بعض بتبين الكاميرا واللايت القوي. صحيح صحيح، واللايتنج القوي اكيد ببين اصغر التفاصيل. في شغله بعد ما قلناها نحن على سينما بوتي، انه بتتحمل اقصى وقت ممكن للكاميرا، لللايتنج، لحراره الشمس. بتعرفي اكثر شيء اللي بيكونوا عندهم مسارح او بيمثلوا بافلام، بيكونوا عم بيصوروا وبيقعد كل النهار برا، بتتحمر حراره الاضاءه والشمس. سينما بوتين عملت خصيصا لهالامور، يعني بيضاين كثير، وبذات الوقت يمكن بضلوا ذات الايفكت يلي انعمل فيه، بضلوا فريش الميك اب. كمان عم نشوف هون انه في ميك اب للسينما للتياتر. صحيح، كل الامور يلي هي قويه. صحيح، هيدي اسمها سباركل بلانتي اللاين اند ديزاين، يلي هي اكثر شيء بتستعمل للمسارح او للدانسرز. فيها الوان شوي غريبه، والسباركل اللي فيها ما بتحتاجي انك تدهني، انت مجرد ما تفتح الحنجور تبعها وتمرقيها محل ما بدك، فيها تستعمل للعين فوق العين، فيها تستعمل على الجسم، يعني من عند الرقبة للكتفات. اللي هو ميك اب ارتست، يعني هو اللي الميك اب ارتست، البروفيشنال ميك اب ارتست، هو اللي بيقدر يلعب فيها. نعم، مشاهدينا رح توقف لا ثواني مع وقفة ورح نرجع نتابع. رجعنا مشاهدينا تنتابع حلقتنا اليوم عن الميك اب، واللي هو سينما سين برودكت من يو اس اي. انيس علاوي بليز، بدنا نرجع كمان نحكي اكثر عن كل البرودكتس الموجودين معنا ونتابع. كنا عم نحكي عن السباركلز يلي هي كل شيء خاصه بالسينما والتياتر، الى جانب كمان هيدي الكولكشن، في كولكشن ومجموعه كثير كبيره من الليبستيك لحتى الجلوس والووتر كولرز. اكزاكتلي، عندك اذا بتشوفي هالكولكشن كله، هيدا هيدي البرودكت اسمها ووتر كولرز. الووتر كولرز هي كلها فيها مواد
وعطور اذا بدك نسميها فيها فيها اذا بتفتح الهنجور وبتشمي ريحته بتشمي الكوكونات بتشمي الاوليفيرا صحيح بتشمي زيت الافوكا بتشمي نبته الصبار من قلبها هيدي مجرد ما انت تحطي البنسول تبعولا بقلب المي وتبليها بصير فيك تستعمليها لثلاث اشياء بتغنيكي عن ثلاث اشياء صار فيك تستعمليها اي شادو صار فيك تستعمليها بلاش وفيك تستعمليها بدل كونتور انك تزيحي فيها فوق الشفاف. رح نستقبل كمان معنا سيده لودي معماري ميك اب انستراكتور لسينما سين برودكت وتخبرنا اكثر عن الاكسبيرينس تبعها مع البرودكت. اهلا وسهلا فيك لودي. اهلا فيك. اليوم رح تخبرينا اكثر شوي عن التجربه يلي هي مع الميك اب سين. نحن كبروفيسيونال بهمنا بالدرجه الاولى ثلاث شغلات، يعني مثل ما قال قبل انه مفروض نحن كنا نشتغل ببرودوي ونكون عندنا ثقه فيه بالدرجه الاولى نقدر نشتغل فيه، بده يكون عندنا ثقه فيه طبيعي. تيكون عندنا ثقه فيه اول شغله بده يكون البرودوي هين للاستعمال، يعني عم نحطه ما عم بهرهر ما عم يعمل اي جلمغ على الوجه اول شيء. ثاني شغله انه طبيعي ضروري ومن اولويات الميك اب انه يداين وقت طويل، يعني انا بهمني اعمل ميك اب لتاني يوم يداين، بتعرفي بالاحتفالات الكبيره والمناسبات الاعراس حتى بالشوات او بالعروض الازياء او هيك في وقت طويل عاده بيمرق فيه العارض قبل ما يطلع على المسرح، فهذا الوقت ضروري يكون الميك اب مداين. الشغله الثالثه واللي هي الاهم انه ما يعمل حساسيه وهيدا شغله كثير نحن بتهمنا انه واللي قليل يفكر فيها او حتى كمان يمكن يسلطوا الاضواء على هيدا يعني الموضوع. اليوم شيرين سوري مي، يعني بتعرفي بيو اس اي لما يعملوا مستحضر او شيء بيستعمل على البشره قديش بيمرق بمراحل صعبه وقديش بيمرق بتحاليل وب بامور لحتى يتاكدوا انه هيدي بدها تستعمل على البشره يعني ما تاذي البشره، ف يعني هيدي ابسط الامور. صحيح. لودي كمان عم بدنا نعرف اكثر كمان عن الارتستيك ميك اب يلي هو الميك اب يستعمل مش كل يوم، اكيد بيكون في مناسبه او حتى كمان يمكن فاشن شو بيكونوا طالبين شيء معين بده ينعمل وبده ينرسم، هون قد ايه سهوله التعامل مع البرودوي الموجود معنا اليوم؟ البرودوي بيتميز بانه في الاكواريل اللي هو الالوان القويه عاده اللي نحن بنستعملها بالمسارح او بالشوات الكبيره او حتى بالمناسبات الكثير ضخمه اللي بحب الشخص انه يبين الميك اب كثير قوي. هون نحن وقت لما نشتغل بهذا البرودوي عندنا ثقه بانه بده يداين. لما انا بحطه بعرف انه مش 24 ساعه، مرات يعني نحن بنقول 24 ساعه مرات بنعطي اكثر من هيك وقت، بس طبعا لما بيكون البرودوي بين ايديك قادره تكوني عم تشتغلي فيه بسهوله وقادره تمديه ويعطيك النتيجه اللي انت بدك اياها قد ايه انت بتكوني مرتاحه اكثر، والالوان طبعا هون كثير بتساعد بانه تقدر تنوعي بالالوان والكاليتي اللي هي ناتورال مثل ما قال مسيو انيس قبل شوي، كثير بطمنا انه في بين ايدينا برودوي مرتب نقدر نحن نحط ثقتنا فيه ونقدر على القليله هالست اللي جايه لعنا نطمن لها بالها انه مش حيلا برودوي عم ينحط على وجهها. لما بنحكي انه البرودوي بيبقى 24 ساعه ويمكن حتى كمان اكثر، مرات يمكن بيعوزوا انه يتركوا الميك اب هالقد وقت طويل على وجههم، هون كمان ما في خطوره للبشره انه يعني تتعب او حتى كمان يبين عليها حبوب او اي اثر من الميك اب يلي موجود صار له 24 ساعه او اكثر؟ هلا طبعا مش مستحب انه يضل المكياج وقت طويل على الوجه لانه بيأذي، بس لما بيكون في مناسبات معينه مرات بيضطر الشخص لمره او مرتين مثلا بالسنه او ثلاث مرات، يعني هن المرات بيكون قليله فيها ومعدوده. طبعا لما بيكون برودوي ناتورال ما بعود بخاف كثير على البو على البشره، يمكن الواحد بصير يتجرأ اكثر انه اكيد لانه يعني لما عم تحكي بالافوكادو اويل، لما عم تحكي بالاوليفيرا، لما عم تحكي بالصبار، يعني ما في كيميكال بقلبها، يعني لو اضطريتي نهار جيتي من سهره وتعبانه ما بدك تنطفي الميك اب تبعولك نمتي فما ممكن انه تضر، بالعكس حتى بلس انه في شغله بعد ما حكينا عنها فيها فيتامين اي وفيتامين سي البرودكت. قبل ما نختم انيس شو فينا نقول كمان للمشاهدين اللي عم يحضرونا اليوم؟
يعني نحن فينا نقول لهم شغلة، بنعرف انه كل ست وكل مرة وكل صبية حلوة كل يوم بتحب انه هي تزيد جمال لحالها، رايت؟ مين ما بحب انه، وبنعرف المرأة اللبنانية بالذات يعني على قد ما هي حلوة صحيح وبتتابع وكل يوم بتحب تزيد من حالها جمال. نحن بدنا نقول لها شغلة واحدة بس بسيطة، انه اذا هي بتخاف فعلا على بشرتها وبتهتم ببشرتها تتأكد من، ما بدنا مش عم نعمل دعاية لسينما بوتيه بس، بنعرف في برودكت كثير بالسوق، ولكن اللي بده يخاف على بشرته يتاكد انه عم يستعمل برودكت ناتشورال، ناتشورال برودكت وفيها فيتامين لتغذي البشره. ف اهلا وسهلا فيكم وموفقين اكيد بلبنان ووين ما كان. انيس علاوي اكزكتيف دايركتور لسينما سين ولودي معماري ميك اب انستراكتور، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكي شيرين. مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم، انا بودعكم وبتمنى لكم ويكند حلو، نحن ملتقينا على راد التنين بذات الوقت، باي باي. We'll be right back.